بعد تربص دام لعشرة أيام كاملة أجري على الأراضي الطوغولية، تخللته مباراتين وديتين كانتا امتحانا وفرصة حقيقية للطاقم الفني من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين وحتى الطاقم الطبي الذي استرجع كل اللاعبين المصابين. الخضر والذين حطت بهم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية على الأراضي الإيفوارية، وهذا لبداية التنافس على حلم النجمة الثالثة التي سيحارب عليها أشبال ناخب جمال بلماطي. استقبال مميز ومتميز حظي به وفد المنتخب الوطني في مطار رومي من طرف الرسميين والجماهير الإيفوارية، زملاء القائد رياض محرز والذين وضعت تحت تصرفهم الاتحادية الجزائرية كل الظروف اللازمة والإمكانية الكبيرة، وهذا من أجل إسعاد الشعب الجزائري والعودة إلى منصة التتويجات مرة أخرى. رئيس الفاف وليد صادي، والذي استغل خبرته الكبيرة في مجال التسيير وعرف كيف يحمي المنتخب الوطني من كل المؤثرات الخارجية التي كانت ستؤثر عليه وعلى سير تحضيرتها. إذن الخضر سيكونون أمام معارك كروية، وهذا على الأراضي الإيفوارية والتي لن تكون سهلة في ظل ارتفاع مستوى المنتخبات المشاركة. فبشعار معك يا الجزائر معك يا الخضراء، هكذا ستكون الهتافات فوق المدرجات ومن وراء الشاشات. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.